العربي القطري فريق الأحلام، ثم منه للشباب ومنه للأهلي. أحمد الفريدي ما لحق على الكرة، راحت لصالح الأهلي، يقطع الكرة الفريدي، الله، اهتز الموسى كرة مقطوعة، أحمد الفريدي يأخذ كرة ممررة إلى يوسف العربي، نامي يمرر الكرة إلى سلمان الفرج عند أحمد الفريدي يتلعب في الكرة، يعطي كرة لسلمان الفرج إلى يونغسو، إلى أحمد الفريدي مرة ثانية، تمريرة ممتازة في العمق إلى يوسف العربي، أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. المر في تمريرة إلى تيسير الجاسم وصلنا عند خيرو بالومينو، يقطع الكرة أحمد الفريدي، يتقدم الفريدي إلى الأمام، يبحث عن زميل، يمرر الكرة إلى محمد الشلهوب، يعدي محمد الشلهوب، يمرر الكرة إلى الجهة اليمين، وصلت لأحمد الفريدي مررها على الطرف الأيمن، ما زالت الكرة لصالح الهلال، واصل الفريدي مقطوعة، عماد الحسني بالإضافة إلى فيكتور سيموس، الفريدي تمريرة ممتازة واصلة إلى الفريدي من جديد، التدخل من جفين البيشي، أحمد الفريدي يمرر الكرة طويلة ليوسف العربي موجود بالأوفسايد، الفريدي استحواذ على كرة مقطوعة ترجع في صالح الفريق الأهلاوي بوسط الملعب، مارسيلو كاماتشو انقطعت كرته من الفرج إلى يونغسو إلى أحمد الفريدي، ممتازة المتابعة كانت من كامل موسى للفريدي اللي حاول المرور، الله الله، الشلهوب إلى أحمد الفريدي ليوسف العربي وتمريره إلى أحمد الفريدي يحاول يتقدم، يعدي الفريدي مزعاه، الله الله على اللعبة الماضية من أحمد الفريدي إلى الأمام لأحمد الفريدي ساقطة إلى يوب يونغسو، وضياع لدفاعات الأهلي بثلاثة أهداف على الأهلي، في حين الأهلي يعني أمام نصف ساعة تقريبا من الوقت عدل الأهداف لكل مباراة هدفين ونصف. أحمد الفريدي إلى سلمان الفرج، لا يمكن أن يتصور الأهلاويين أنهم يعيشوا هذا الموقف السيء جدا، يوب يونغسو كرة إلى خارج أرض الملعب، بعد انتصارات وبعد عودة روح الأهلي أبدا جمهوره لم يكن بها